يا عيال من اللي انت اللي بتذل اتجه للمسجد يا ربع بنختم. طيب قبل لا يصلي يلا خلكم هنا صفوا. انت مسعد اول شيء اول شيء انا جنبه انا جنبه يلا انا واحد لعب اول شيء بيض الله وجيهكم يا زملائي. اسمعوني يا شباب اسمعوني قول يا ابو بيض الله وجيهكم يا زملائي على تفاعلكم الطيب وما نجحت الفعاليه الا من نجاحكم. والشيء الثاني بيض الله وجه فريق دعمي على هالمبادره الطيبه وجعلنا والله ما نخلى منهم وجعلهم في الوجود تعيشون. وعقب بالنسبه في اشياء ثانيه على طاري الفايز جائزته بتكون في احد الفقرات بيعلنونها صفقه حلوه. وبالنسبه للجلسه تدشينها ان شاء الله بعد صلاه المغرب. يلا سيوم لا 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 والله انك مبدع والله انك يلا الكل يتجه للمصلى صلوا قبل يصلى عليكم. يلا 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 صلوا خلاص خلاص.